أهلا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يقر خطة تحفيز للقطاع الخاص ب 72 مليار ريال. إحصاء أمريكي حديث يكشف أن عدد الوفيات بسبب الإنفلونزا الموسمية في العالم أكثر من التقديرات السابقة. منظمة الصحة العالمية تقول إن نصف سكان العالم لا يحصلون على خدمات صحية أساسية. لا تضع البيض المسلوق في الميكروويف أبداً، والسبب وفق دراسة علمية أن البيض المسلوق المعاد تسخينه في الميكروويف يمكن أن ينفجر بعنف حتى يدمر السمع. ودراسة حديثة تؤكد أن حمى الخوف من الارتباط تصيب الرجال أكثر من النساء. والفنان العراقي كاظم الساهر يحيي حفل رأس السنة على مسرح أوبرا دبي لأول مرة.